مع النشرة الإخبارية، إعداد الأستاذ سعدون الدين حسين. حبيبي عصفورة، أبلة تهاني اشترت جاكيت جديد أمس، قد أشاد به أستاذ سعدون في تصريح خاص للإذاعة المدرسية معلقا بإن الرق على القالب. فصل أسبوع، فضل أشادي كمل مكانه. احنا أسفين يا عصفورة. مصر 100 شخص في زلزال بالجابون. أنا أول مرة يتعلم عليا كده في حياتي. ومن مين؟ وسيم. وسيم الهفا. مفيش حاجة. وسيم بس مفيش حاجة. أصل أنت مش عارف وسيم ده عامل إزاي. ده كان بيلبس شراب تحت الكروكس يا سعدون. ده كان جايب جراب للموبايل بيعلقه في حزام البنطلون يا سعدون، أنت متخيل؟ تخيل إيه يعني؟ طب فيها إيه الحاجات دي؟ ما أنا بعمل الحاجات دي كلها عادي يعني. ما أنت زبالة يا سعدون، أنت هتحسب نفسك بني آدم معانا. صدق عندك حق. صح. مساء الخير يا حلوين. المرة دي تحدي كبير بس جايزتنا أكبر. اللي هيقدر يخون مراته قدامها بس بشرط إنها تشوفه وتضربه بالقلم هيكسب 250,000 جنيه. أيوة 250,000 جنيه اللي هيقدر فيكو يعملها قبل التاني في خلال 48 ساعة. 250,000؟ إيه؟ أخون مراتي؟ قدامها وتديله بالقلم. بالقلم بالقلم بالقلم. خلاص. مازو مازو مازو، كويس ان انا لحقتك. شفت التحدي الجديد؟ نخون مراتنا ازاي يعني؟ الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ اتجنن طبعا، هيدفع 250,000 جنيه. 250,000 جنيه؟ انت بتتكلم في الفلوس، انا بتكلم في المبدأ نفسه. اكيد مفيش حد فينا هيخون مراته. وانا هاخدها بجد يا وسيم، ده كده وكده لعب يعني. هو القلم، اخد القلم بس وابقى اصلحها بعدين بقى في اي وقت. ما دي مشكله تانيه عندي، ما انت عارف اسراء لو شافتني باخدها مستحيل مستحيل تديني بالقلم. لا انا ما عنديش ازمه قوي في الموضوع ده بصراحه. انا اصلا شيماء ممكن تضربني لاسباب اتفه من كده عادي. لا يا مصر، انا مش لاعب اللعبه دي. هو الراجل ده عبيط ولا ايه؟ ايه ده؟ احنا متراقبين بجد ولا ايه؟ طبعا طبعا متراقبين، من عمال اقول لك كده من الصبح. قول اسف لا يزيد. اسف ايه؟ هو ماسك علينا سله؟ على فكره ممكن تبقى صدفه عادي عادي يا عم. صدفه ايه بس؟ اسف انا اسف اسف. اشتغل اشتغل الدور. ايه ده؟ مترقبين طبعا. وش لهوي لهوي يا مازو. مش بس بقى بس مترقبين. يلا يلا قبل ما نوصل الاسانسير. يلا وسيم احنا بقى هنلعب. ها انا مستمتعين جدا باللعب. طب ما دي احلى لعبه لعبتها في حياتي يا مازو. يلا نلعب بقى. طبعا طبعا. يلا يا وسيم، مش وقت من ايه؟ خايف الراجل بتاع اللعبه ده يعرف ان احنا بندور وراه ويقفش. وهو يعرف منين يعني؟ اقفله اقتله اقتله. ايه؟ اقفله اقفله عشان ما يسمعناش. ده كده هيتفرمط مش هيتقفل. ايه
حبيبي اللعبه دي فيها حاجه غلط. مره عايزه تبوظ لي شغلي، ومره عايزه تبوظ علاقتي بمراتي وعلاقتك بمراتك. معلش يا مازو، انا مش هسمح ان مراتي تخش في اي تحديات. طب ما انا سامح ان مراتي تخش في تحديات ومش زعلان، دول ربع مليون جنيه يا وسيم، خلينا نكبر في اللعبه بقى. يا ابني تعبيط، انت فارد صدرك على ايه؟ شمام مراتك ازاي يعني هتخونها وتسيبك عادي؟ شمام مراتك دي انا مره ما عملتلهاش لايك على صوره على الفيسبوك، تلات ايام بتجري ورايا انا وعيالي في كل حته. وما توترنيش بقى يا وسيم، انا ركبي بتخبط في بعض من سيرتها بس. طب اسمع، انا مش هينفع العب التحدي ده عشان بحب مراتي جدا، وانت مش هينفع تخون شيماء عشان بتخاف منها جدا جدا جدا. حلو، يبقى كان التحدي ده ما جاش، لا انت تكسب ولا نكسب، ونعوضها في اي حاجه تانية، وهو اكيد مش هيعرف. يلا نلعب يا وسيم، عشان انا عاشق للعب وعاشق لصاحب اللعبه. ده انا معاك يا صاحبي في اي وقت حبيبي. بالله هروح العب بسرعه. يلا خد موبايلك بقى من الثلاجه اللي هو سمعنا بيه ده، خده واتكل على الله عشان اسراء زمانها جاي. يلا. اوه والله كده تمام. هتخنوني يا وسيم. هخنوك عشان بحبك معقوله يا حبيبتي؟ انا قلت لك ان انا قريت على النت ان النهارده في موجه برد جدا بالليل، والموجه دي جايه عندنا بس، انت لابس عادي اهو. ما انا قريت برضو النهارده على النت ان الموجه دي شماليه شرقيه، شماليه هتيجي من ناحيه الباب كده، شرقيه هتلف بقى من حوالين السرير وتخش عليك يا حبيبتي، وانت مش حامل البرد. مفهومه. انت خايف عليا قاعي قبل الاحتفالات يا حب؟ احتفالات ايه؟ الاحتفال بتاع بكره. هما بكره هيحتفلوا بالموجه دي؟ خايف عليا عشان بكره عيد جوازنا. عيد جوازنا؟ يا ابن الكلب. عموما ما تقلقش، انا جبت لك هديه. اصلا انا باخد جنزبيل وقرفه. ويسو طب فكني. طب يا شيماء، ايه اللي مصحيكي بدري النهارده؟ ولا حاجه يعني، هيكون في ايه يعني زياده النهارده يعني؟ هو النهارده انت حاسس ان في حاجه النهارده؟ ايه اللي النهارده؟ هو النهارده ايه؟ النهارده الخميس موافق 11 مارس. اوه صحيح، ده النهارده نص يوم في المدرسه، انا كنت ناسي ان النهارده الخميس. طب الخميس وماشي، 11 مارس بقى مش موافق اي حاجه؟ والله يا شيماء هو مش موافق، بس لو ضغطنا عليه ممكن يوافق. يا خفيف انت. رجلي يا شيماء، ايه الغباء ده؟ يخرب بيت عسل اهلك يا شيخ. ده ألبوم فرحنا اللي معاكي ده؟ آه أيوه فكرتيني. هتلاقي في آخر صفحة 200 جنيه مطبقة كنت مخبيها من كريم. اللهم طولك يا روح، اللهم طولك. رجلي يا حمارة. اسكت، مش النهاردة عيد جواز إسراء أختي. بجد؟ قولي لها مازو بيقول لك كل سنة وأنت طيبة. وعيد جواز وسيم صاحبك برضو. أكيد يعني يا شيماء، يعني إذا كان عيد جواز إسراء يبقى أكيد عيد جواز جوزها برضو، إيه الغباء ده؟ طب عيد جوازهم ده يوم فرحهم مش بيفكرك بأي حاجة؟ يا لئيمة يا خبيثة يا شيماء. طبعاً بيفكرني بالتورتة اللي لبسها لي وسيم في وشي في فرحي، كانت النقطة 98 تقريباً ولا. لبسك عزرائيل يا شيخ، لبسك عزرائيل يا بعيد! يا طب انت سايبالي ليه ده؟ أقيسه يعني ولا ايه؟ لا 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 لا، خير الله ما اجعله خير. كابوس فظيع يا ايسو، كابوس فظيع. انا حلمت ان انا ومازو واحنا بنلعب الراجل بتاع اللعبه ده رمانا في الصحراء، وبعد كده وبعدين بقى قمت انا راكب بقى التنين، ومازو ركب اللي هو التنين الاحمر اللي هو المجنح، وبعدين خبطنا في الشجره فنزلنا بقى اتكسرنا، بقينا صغيرين كده وقعدنا يضحك. انت ترجع تلعب انت، ده تلاقيه بس ضغط الشغل. اهم حاجه عندي ان انت ما حلمتش بواحده غيري. كل عيد جواز واحنا مع بعض يا ويسو. كل عيد جواز واحنا مع بعض يا ايسو. انت عارفه احلى يومين في السنه بالنسبه لي عيد جوازنا وعيد الام بسببك يا ايسو، وعيد العمال طبعا بسبب ايام. يعني. مش يلا بقى عشان نلحق نروح الشغل، شكله هيبقى احلى عيد جواز ولا ايه؟ ولا ايه؟ مش هتفكيني طيب ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ اسف. ايوه فكك. اسف. اسف حبيبتي.
احنا متراقبين يا معلم. شفت مخلينا نلعب خيانه امتى؟ النهارده عيد جوازنا يا مازو. هنخون مراتاتنا يوم عيد جوازنا؟ يا نهار ابيض سعيد، النهارده عيد جوازنا. طب البت شيماء دي مش تفكرني ولا تقول لي اي حاجه؟ الاهتمام ما بيتطلبش. كل ده ما بيتطلبش؟ اما لو طلبتي هتعملي ايه؟ كنت ولعت فيك. تيجي يا بلابل نضرب اجازه ونحجز لنا اوضه كده نهيص فيها. الله الرومانسيه يا جميل، والاقي السرير مليان ورد ونضرب بعض بالمخدات والريش ينطر. هو ايه الريش اللي ينطر ده؟ ان شاء الله المصاريف دي مين هيلحق عليه؟ وورد ايه بجيب حاجه اكلها؟ هي فلوس حرام. ما هو مستر وسيم هو اللي هيدفع. هي فلوس حرام. غير الموضوع. في فوق صيني جاي مهم جدا. لازم نحجز له اوضتين. اوضتين على 20. اهلا مستر وسيم، صباح الخير. صباح الخير. مش نبيله ممكن تسيبيني لجميل بس هعمل له تيست؟ اوكي حاضر. على اذن حضرتك. اتفضل. ميرسي قوي. تيست ايه يا باشا؟ احنا في بيننا الهزار ده؟ هزار ايه يا ابني؟ انت اتجننت يا ابني؟ تيست ايه اللي انت فهمته؟ انت عبيط ولا ايه؟ ايه يا جميل فين؟ صباح الخير. صباح الخير يا مساتر. صباح الخير يا مستر وسيم. صباح الفل. بقول لكم ايه، انا عايز اقول لكم حاجه كده، يعني انتوا عارفين انا بثق فيكم قد ايه ولا لا؟ طبعا يا مستر وسيم انا واثق ان انت بتثق فيا. انا ما بثقش فيكوا خالص، بالذات انت يا بسيوني. طبعا انت عارف انا، بس مش لاقي اي حد تاني يساعدني. جميل بقى في ايه؟ ممكن تيجوا معايا المكتب بعد اذنكم؟ ها؟ طبعا اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. لا اتفضل. لا والله ده مكتبي. اتفضل. اتفضل اتفضل. انت اتهزيت لي اول ما قالك تعالى على المكتب. ده في شد كده. اصل انا بقى من اليوم اللي بيلبس فيه البدله الكحلي دي. على طول لابس كحلي. يلا يلا اتفضل يا فندم. لا يا مستر وسيم، انت صاحبنا وراك زي البهايم ليه كده؟ صوتك ايه في البيت؟ ايه في بابا بسوني؟ ايه في يعني؟ بسوني تعال قربوا كده. بقول لكم ايه؟ انا ممكن اعمل ايه لو عايز مراتي تعرف ان انا بخونها؟ خونها؟ وتخونها ليه؟ تخونها ليه؟ دي مراتك دي زي القمر. ده انا لو فكرت اخون نبيله مش هلاقي احسن من مراتك. ايه؟ انا اقصد دي مراتك دي زي القمر يعني عسليه حرام تتخان. جود مورنينج مستر وسيم. جود مورنينج مس اسراء. هستأذنك بس ننظف المكتب عشان معايا البنات وبعمل لهم تريننج. طبعا اتفضلي. اتفضلي. صفاء سيبي البرواز ده، انا اللي هلمعه. خلصنا خلاص؟ في حاجة؟ أسفة جدا يا فندم، هستأذنك. يا عسلية. عسلية بالملبن كمان. ركزوا بس معايا، أنا عايزة تعرف إن أنا بخونها من غير ما أخونها. يعني أنت عايز تخونها من غير ما مراتك تعرف إنك بتخونها؟ لا 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 بالعكس، انا عايزها تعرف ان انا بخونها من غير ما اخونها. انت عاوز ايه بالظبط؟ انا عايزها تعرف ان انا بخونها. خلاص خونها، صدقني هي هتعرف انك خنتها. حاكم الستات عندهم جهاز رادار اشد من الحاسه السادسه. لا لا انت فهمتني غلط يا بسيوني، انا عايزها تعرف ان انا بخونها من غير ما اخونها، يعني تظن ان انا بخونها. تظن يعني تعتقد، قصدي يعني ان انا بخونها، عشان لما اقولها بقى ان انا ما بخونهاش، فاهم؟ لما ارجع اقولها ان انا ما بخونهاش تبقى مصدقه. تمام بس كده بسيطه، بعد الشغل اخر النهار نعمل الشغلانه دي، مش هتاخد في ايدينا 10 دقايق. لا بعد الشغل احنا هنستنى بعد الشغل. حد عارف الناحيه الثانيه بيعملوا ايه؟ لا لا احنا دلوقتي حالا نعمل الكلام ده دلوقتي حالا. والشغل؟ ما ده شغل، دي طلبات الاتش ار. الاتش ار دول زودوها قوي.